8 سنين ما بين فتح بطن والتصاقات وحمل خارج الرحم، كانت رحم مهاجرة وأمل ضاع، ورقة صغيرة يوم 19/9/2020 نسيت كل تعب كان عندي ونسيت أي يوم وحش مريت بيه. بأمانة الحمد لله مش حاسة بأي حاجة بعد العملية، الحمد لله ما فيش تعب خالص. إن كانوا هيشيلوا لي الرحم ما فيش كلمة أمومة خالص، دي ما فيش أم. كنت ناوية بعد العيد جاي لحضرتك عشان أعمل حقن مجهري، قلت لي ما ينفعش، تحاليلك زي الفل وحرام إن أنا أعمل لك حقن مجهري. روحي وتعالي إن شاء الله هترجعي بحمل إن شاء الله. هناخد الأسباب وشايفينها ومنطقة. أنا بنفسي اللي عامل لك المنظار الأولاني وشفت الالتصاقات تمت ازاي وبطنه الرحم المهاجره خرجت ازاي والاكياس الضخمه خرجت ازاي. القصه عندنا بقى في يوم حمل خارج الرحم وفايبل والبيبي موجود في الانبوبه وعايش والنبض شغال وعملت المنظار. عايزين نوضح للناس ووريهم يعني ايه حمل في الانبوبه ونبضه موجود. شلنا الانبوبه لان كانت الانبوبه تهتكت وبانبوبه واحده بعد الالتصاقات كلها. دي اكتر حاجه بحمد ربنا عليها، بقول اللهم لك الحمد ولك الشكر. اكتر حاجه بقول اللهم لك الحمد عندي انبوبه وربنا كرمني بيها واحده، وبعد العمليات دي كلها والالتصاقات دي كلها وحمل خارج الرحم وربنا كرمني بانبوبه. مش متخيله شكري لله، مش عارفه اعمل ايه، عاجزه عن الشكر بامانه والله، عاجزه عن الشكر. ولئن شكرتم لازيدنكم. شفتي كم موضوع سهل. اللهم لك الحمد. ألف مبروك يا فهيمة. الله يبارك فيك. مبروك يا سامح. شكرا لحضرتك بعد ربنا. ربنا يكمل بكل الخير. يا رب. ويفضل كل الخير مستمر. يا رب. وما كان عطاء ربك محظورا فربنا دايما يا رب عطاؤه منتظرينه، لأن لو لا قدر الله لو شال إيديه رحنا ضعنا. بإيده كل شيء. فدايما عاوزين إيده معانا. ألف مبروك 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 مبروك. الله يبارك فيك.